جزيرة الفصح أو جزيرة القيامة، ليل دو باك بالفرنسية، هي جزيرة تابعة لدولة تشيلي، تقع في جنوب شرق المحيط الهادئ في أقصى جنوب شرق المثلث البولينيزي في أوقيانوسيا، وتشتهر الجزيرة بما يقرب من 1000 تمثال ضخم تسمى موآي. شكلت جزيرة القيامة لغزاً وسراً حير العلماء منذ اكتشافها على يد البحار الهولندي جاكوب روخيفين سنة 1722 في يوم يوافق عيد الفصح، لذلك سميت الجزيرة بهذا الاسم. وقد صنفتها اليونسكو موقعاً للتراث العالمي سنة 1995. يختلف الخبراء حول موعد وصول البولينيزيين إلى الجزيرة لأول مرة، وهم شعب الرابانوي، وقد أنشأوا ثقافة مزدهرة مليئة بالغموض، فهم قطنوا جزيرة القيامة التي تعتبر من أكثر الجزر البعيدة في العالم، حيث تقع أقرب نقطة قارية لها في تشيلي على بعد 3512 كيلومتر. تقف تماثيل جزيرة القيامة صامدة منذ أكثر من 1000 سنة. كتب روخيفين: لقد جعلتنا هذه التماثيل الحجرية نصعق من الدهشة للوهلة الأولى، لأننا لم نستطع أن نفهم كيف أمكن لهؤلاء الناس أن يقيموا مثل هذه التماثيل الضخمة. وقد انتابت الدهشة الملاح جيمس كوك، قال: استطعنا بصعوبة أن نستوعب كيف استطاع سكان هذه الجزيرة الذين لم يكن لديهم أي معرفة بأي طاقة ميكانيكية أن يقيموا مثل هذه التماثيل الضخمة. ومن الأسئلة المحيرة للخبراء والعلماء: لماذا شيدت موآي؟ ولماذا هي مولية ظهورها إلى المحيط الهادئ؟ لا يظهر من تماثيل موآي سوى الرأس والرقبة أحياناً، لكن تم التفطن لأن لكل تمثال تقريباً يدان وجدان، وتحتوي ظهورها على نقوش يعتقد أنها ترمز إلى لغة قديمة. يعتقد أن نحت موآي بدأ في فترة وجيزة من وصول الناس إلى الجزيرة حوالي عام 1200، وانتهى إلى عام 1650. شيدت موآي من الصخور البركانية والبازلت الموجودين على الجزيرة. قام الرابانوي بنحت الرؤوس والجانب الأمامي من التماثيل بينما كانوا مستلقين على الأرض، وأكملوا ظهورها بعد نصبها في شكل مستقيم. ومن أجل نحت التماثيل ووضعها في وضع مستقيم، قام الأهالي باستخدام جذوع الأشجار الكبيرة التي تم وضعها في ثقوب عميقة بجوار التماثيل، ثم استخدموا الحبل وجذع الشجرة الكبيرة لرفع التمثال في مكانه. وقد لاحظ الخبراء أنه غالباً ما تحيط المدافن بالتماثيل، مما يشير إلى أن رابانوي دفنوا موتاهم مع تمثال العائلة. يختلف حجم كل موآي بشكل كبير، ولكن في المتوسط يبلغ طولها 4 أمتار ويزن 13 طناً، ومع ذلك فإن بعضها أكبر بكثير، حيث يبلغ طولها 12 متراً ويزن 82 طناً. عثر علماء الآثار على نقوش محفورة على ظهر التماثيل، وعادة ما تكون على شكل هلال لتمثيل الزوارق البولينيزية. يعتقد الرابانوي حسب الأسطورة أن جزيرتهم هي مهد الإنسانية وبداية العالم،
وهي الأرض المليئة بالأسرار والمعلومات عن البشرية والخلق، وهي أيضا نهاية العالم. ومن القصص المتداولة أيضا أن زوارا من الفضاء هم من قاموا ببناء الموآي. ومن القصص الشعبية حول التماثيل أنها تمثل أسلاف الأهالي، وهي تستدعي طاقات غريبة وقوية، وأماكن وضعها كانت مذابح مقدسة بشرية للتقرب من الآلهة وأرواح الأجداد. وتحكي بعض القصص أن الغرض من التماثيل هو غرض روحاني ديني، وصنعها بتلك الطريقة ما هو إلا شعائر وتقاليد دينية قديمة. أصبحت الجزيرة موقعاً علمياً للأبحاث التاريخية والأثرية والجيولوجية مع وصول البعثة الإنجليزية عام 1914، وهي البعثة الاستكشافية الأولى للجزيرة، والتي انتهت بإصدار كتاب يصف الجزيرة وتماثيلها وطبيعتها، وكان من المراجع العلمية الأولى عن الجزيرة، ويسمى أسرار جزيرة القيامة لكاترين روتليج سنة 1919. قدمت البعثات معلومات مؤكدة ومتفق عليها، منها أن التماثيل ليست قديمة جداً، فقد بدأت صناعتها مع وصول البشر في القرن الرابع الميلادي تقريباً، واستمرت إلى القرن الخامس عشر بعد الكارثة التي ضربت الجزيرة. وبين سنة 2000 و2012 قامت بعثة تنقيب تدعى مشروع تمثال الجزيرة القيامة بكشف أجسام التماثيل ذات الرؤوس ومحاولة كشف سر اللغز المكتوبة على ظهورها، فقامت بالعديد من الحفريات الأثرية المهمة والتي كشفت عن أجساد للرؤوس التي كانت مدفونة في الأرض، كما أنهم وجدوا نقوشاً غريبة عليها وأدوات وألوان استخدمت في صناعة التماثيل. أجريت دراسة جديدة لتحديد عدد سكان جزيرة القيامة عندما كانت في أوج حضارتها، ووجد أن عددهم كان يصل إلى حوالي 17,500 نسمة، اعتمدوا في عيشهم على البطاطا الحلوة كمصدر رئيسي للغذاء والقليل من المأكولات البحرية. وبخصوص اختفاء الرابانوي، فالنظرية المجمع عليها حتى الوقت الحالي تؤكد أن سكان الجزيرة اختفوا منذ 1860 نتيجة سلسلة من الفصول المدمرة ونزاعات داخلية وسوء استخدام مواردها الطبيعية، حتى وصل بهم الحال إلى أكل لحوم البشر. أكدت نتائج عنصر الكربون المشع أن كارثة رهيبة أصابت الجزيرة سنة 1680، فتوقف العمل في التماثيل فجأة، ورحل الجميع عن الجزيرة أو اختفوا تماما، ثم جاء بعدهم شعوب أخرى وهم الآن سكانها الحاليون. وتنص دراسات أخرى أن سكان الجزيرة كانوا بارعين في الزراعة، حيث كانوا يخصبون الأرض بالصخور البركانية، وأن السر وراء اختفائهم هو الاحتلال الأوروبي وترحيلهم كعبيد ونشر الأمراض بينهم. ولذكر بعض اللفتات حول التماثيل، فبعد محاولة علماء الآثار تحريك التماثيل بواسطة الحبال، تبين أنها تتحرك وكأنها إنسان يمشي، وهذا ما فسر تعبير السكان الأصليين للجزيرة أن التماثيل تتحرك بواسطة السحر. جميع التماثيل الموجودة بالجزيرة تنظر إلى الساحل، أما التماثيل التي تم تنصيبها على السواحل فهي تنظر للجزيرة لاعتقاد السكان أن التماثيل تحرسهم.
يوجد تمثال واحد مختلف بالجزيرة، ويظن العلماء أنه كان لمغني، وهو التمثال الوحيد الذي صنع جاتياً على ركبتيه وبلحية، وشكله أقرب للإنسان حتى أنه صنع من مادة مختلفة. يشير العديد من علماء الآثار إلى أن التماثيل كانت رموزاً للسلطة والقوة الدينية والسياسية، لكنها لم تكن مجرد رموز بالنسبة للسكان الذين نصبوها واستخدموها، فهي مستودعات للروح المقدسة. الغموض الآخر هو القبعات الحمراء الأسطوانية لبعض المواي، والتي يصل وزنها ل 13 طن وتسمى بوكاو، وربما زينت هذه المواي بالقبعات لتمييزها عن باقي التماثيل. وتبقى كل نتائج الأبحاث والحفريات مجرد نظريات، بينما تحتفظ جزيرة القيامة بأسرارها وغموضها للأبد. شكراً على حسن المتابعة، ولا تنسون بالدعم بالاشتراك في القناة وإعجاب وكتابة تعليق والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد.